جريمة تلو الأخرى يواصل الاحتلال ارتكابها داخل غزة ليؤكد عدم وجود مكان آمن في القطاع ضاربا بكل القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط. النازحون في منطقة خان يونس بجنوب غزة قاموا بمهمات شاقة فور عودتهم مرة أخرى لمراكز إيوائهم بعد هروبهم من ويلات العدوان الذي استهدفهم عبر إزالة أكوام من الحجارة بأيديهم في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أونروا. صحة الجفاء دمروا اليهود 25 فرد فيه، يعني ما يكفي فيهم. خلنا مع مستشفى ناصر، هل جينا معنا 10 دقائق؟ ما خلنا بين معنا ولا شيء، عزيزي بدي 5 دقائق ونرجع. رجعت لقيت صفي 5 دقائق، قصف البيت، قصف صفي مع البيت. قصف صفي مع البيت. تخيلي هاي الدمار انت شايفاه، لا فرشة، لا جلي، لا حليب أطفال، لا بنبز مراح، لا أوعيهم، لا ملابسهم. يعني من ولا شيء، رجعت على الصفر، أنا رجعت على الصفر أنا أولادي. آلة قتل تأبى أن تتوقف عن حصد مئات الأرواح يومياً في مختلف أنحاء غزة لا تفرق بين كبير وصغير، وكأنهم مجرد أعداد تحصى في قائمة الموت ولا فرق بين بيت أو مأوى أو حتى خيام على طريق يسير فيها المدنيون، فكل تحت وابل الغارات والنيران. كنا بخيمة وضرب قنبلة صوت قريب من خيام الصليب، وبعدين جوزي طلع على الصوت الأول، طلع هو بعدين ضرب الثانية كانت قريبة شوية من باب الصليب، والتموا الناس في إصابات صار كتير. إحنا يعني حاولت أتواصل مع جوزي ما قدرتش، فعدوا بجارينا يعني زي ما إحنا بأوعينا وحافين وطلعنا، حاولنا نتواصل معه ما فيش يعني خالص. بأي ذنب قتلوا؟ هل لمجرد كونهم أطفالاً ولدوا وترعرعت براءتهم في غزة؟ أم لمجرد أنهم نسوة قررن الصبر والمثابرة في أرضهن؟ أم لأنهم شيوخ عرفوا معنى الأصالة والحق في البقاء؟ صارت عندنا ضربة، راحوا الأولاد التين سمعوا النسوان بصرخوا، الأولاد بصرخوا راحوا ينقذوا النسوان، مش طالعين بشعورهم بجري، فضربوا الصاروخ التين أولاد استشهدوا فيها، يعني ضربوا مرتين المكان، ضربوا على مرتين. دقيقة تساوي حياة، هكذا يعرف سكان غزة أن كل لحظة تمر وهم أحياء يتنفسون وسط عائلاتهم تساوي الكثير، بل تعد أغلى من كل الكنوز على وجه الأرض.